يا فندم كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه جايب لي كهارب ومزمار بلدي؟ قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني، ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار، انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفضل. بقول لك يا جرع انت بسيوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، يبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان، ساحر هنا في بيتي فندم. انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني؟ ساحر فندم. بص، شايف العيال مسجلين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بتغمزني زي يوم الحرز جايين. وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بردنا يا راجل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده يا جماعه. هاف فن، البيت بيتكم، خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه، احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا واد يا عزمي، يا ابو العزايم، يا زوجي. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا، ده هفن 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 هفن. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اسيبك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. طب يا ماي على الاخر. روح يا فن معاهم، فن روح يا فن. سيادة القبطان، فن معاهم. سيادة القبطان، عاوزة ايه؟ انا خلاص قررت اتعلمني الغطس، يلا غطسني غطوسة. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزة اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقة. عاوز تغطسي في الشقة؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني. أنا فعلا كنت محتاجة تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهة نظرك؟ أوف كورس، واحد يعني لازم كل فترة كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجة أورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكرة يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. بس يوني أنت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه. وزي يا مسافره وعامل حفله، بس حازم جالك على غفله. ما تفهمش غلط، انا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحه اختك، صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس انت المره دي فرطه منك جامد يا بيه. مش لما انت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك؟ نظام ايه؟ هظبطك. انت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، انا هشرح لك كل حاجه بعدين. تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده ساعتها؟ حلو طبعا يا باشا، ماشي مع الشبكه اللي بره. شبكه ايه؟ الشبكه يا باشا اللي بره يا باشا، عشان كده حضرتك حاططني في الاداب عشان اتستر على جرايمك. يا بجم افهم، انا فعلا ابتديت اجراءات نقلك، بس انت ساعدني. نقل ايه يا ابي وتكلفه ايه؟ كنت مثل الاعلى وخلاص انهارت يا سفاح الاندر ايدج. اخرس ولد حازم. حبيبي وحشتني عزمي، انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي، روحي دلوقتي. ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيعه فظيعه. قطك دي؟ ها قطك. ايوه سريرك. ايوه سريرك ده. والحافي بجد. ايوه بجد يا عزمي. أيوه. وحشتني موت يا حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي، بعدين بعدين. بقول لك ايه يا عزمي؟ الجو ده ما بيثيرش جواك اي مشاعر ناحيتي؟ مين دي يا عم المثير؟ دي مجموعة من الأندر إيج جاية تسلم عليها. ربنا يوفقك يا باشا. طيب نعم. طول عمري الأولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين أقش إزاي وفي جوكر واقف وراكي؟ إيه ده؟ مين ده؟
أنا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. مش معقول يا فندم، حكاية الرحلات دي زادت عن حدها قوي لدرجة إنها بدأت تأثر على المستوى التعليمي للجامعة. ما تيجي نتكلم بصراحة، أنا فاتح الجامعة دي بيزنس أفيد التعليم إنما المكسب نمرة واحد عندي. وعشان نكسب لازم نزود موارد الجامعة، رحلات حفلات، مش هنصرف على الجامعة من جبنة يعني. بس إحنا دلوقتي بنعمل رحلة كل أسبوع يا فندم، واحتمال قريب يبقوا رحلتين في الأسبوع. مش الطلب عايزين كده، أنا تحت أمرهم. إحنا لازم نفرغ طاقتهم المكبوتة لأن كبتها في خطر على مستقبل مصر. الكلام ده مش مظبوط يا فندم، وبيتجاوز كل الخطوط الحمراء. سوري، أنا مضطر ألغي الرحلة دي. أنت نسيت نفسك ولا يا دكتور؟ اتفضل. وعلى فكرة أنا كنت صريح معاك من أول لحظة، ده مشروع استثماري. اديتهم له الصح أنت يا ريس. تمام كده، قال نلغي الرحلات، ده عايز يخرب بيت أبونا ده ولا إيه؟ أنا كده خلصت المنهج، تذاكروا صفحة 1 وصفحة 36 والباقي مشطوب. يلا باي، على رنات بقى. الله يخرب بيت شرطك يا بسوم، يا ريتني ما كنت سمعت كلامك. ليه يا عم، في ايه؟ قعدت تقول لي خلي ابوك يتقدم لها رسمي، رحت قلت لابويا، قال لي جواز مين دلوقتي يا فاشل؟ ابوك قال لك يا فاشل؟ ده قال له يا فاشل، هو قتله. يا ريتها جت على كده وبس، ده قال لي كمان انا بصرف عليك علشان خاطر امك، روح بقى خلي غنى الكباريهات تنفعك. لا حمزه اتاكد ده ابوك بقى، عشان هو كده كرهك بجد. انا مش عارف اعمل ايه يا بسوم. بسوم انا لو ما خدتش امل انا ممكن اموت. لا انت مش عارف، انا ممكن انتحر يا بسوم. بس انا ممكن انتحر صدقني. يا عم اهدى يا عم، هنتصرف. حمزه عايزك تهدى. بس انت مش حاسس باللي جوايا؟ انا لو امل سابتني هنتحر بجد. ايه يا عم الياس اللي انت عايش فيه ده؟ شوف، هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبه دي. انا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجه لابن اختي اجمل وارق من الانسه رباب. فوزية فردوس من رمين. أمل من الآنسة أمل، ربة الصون والعفاف أمل. وأنا كمان سعيد أوي 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 بمعرفة ابن حضرتك. لا هنا ده نظر ضعيف. بابن حضرتك، وخصوصا لما عرفت إن اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام، اسم فيه حمز كده. في إيه يا فندم؟ في حمز. في حمز. أنا عندي سؤالين. قوي قوي، احنا جاهزين مش جاهزين يا عمر؟ طبعا. الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ لا بعد عنك، ما بيشتغلش الفتره دي يا فندم. يعني ايه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا لا انا ما اسمحلكش. انا قلت لا حاجة. لا من فضلك. في يا استاذ احنا صعيده. لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟ دي اعصابك. ايه يعني الكلمه؟ طب تحس نفسك ايه يا استاذ؟ ايه الكلمه قبل ما تقول حاجه غلط؟ ايه انت تصرف؟ انت عندك الصوت كده، انا ما عملتش حاجه. ده جايش في الليل. انا مش عارف، انا ما غلطتش يا استاذ. يا جماعه معقوله؟ انا ما كلمتوش. خلينا نهدي اللي فوق يا عزمي. خلاص عزمي ايه تراخر يا جماعه، ادعي له وصابتنا. انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟ 128 سماوي، 31 خضرة، بيدور وهيقسط قريب ان شاء الله. معاه ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعده دي. ونعم بالله. انا طبعا ونعم يعني بالله. هو خريج ايه؟ حمزه مطرب يا فندم. مطرب والله. امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده. الله يا سلام. سيد درويش طبعا، كامل الخلعي طبعا، حسن ابو لخد علي. طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. يعني تظلمني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له ده؟ ايه ده؟ دي رائعه من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز، دي حضرتك عامله اعلى ايرادات في المهندسين. اسال شهاب، ولا انت ما بتنزلش؟ طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه. تاني؟ معلش. تاني طلب تاني؟ طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه سعاد. ما ترفس نفسك، انت عندك زحمه. اقعد يا عزمي.
اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش. ايه يا باشا، انا اصلا ما بحبش الغنى. لايمني على امل بس، ابوس ايدك. يلا على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟ ايوه نقرا الفاتحه. يلا قبل ما نروح كده بس. ايه بس يوري اتاخرت ليه؟ انت مش عارف ان احنا رايحين السينما؟ فاضل نص ساعه والفيلم يبتدي. لا عارف. هو مين الورد الاحمر ده؟ ده الواحد لو كان جه في ميعاده. طب ما انا جاي معادي بالثانيه. الله، ورد احمر وعربيه حمراء وفيلم رومانسي. والله انا عيط منك في الشارع. لا ما تعيط والنبي العيط. يلا اركب. اركب فين؟ اركب العربيه. لا معلش، تعالي انت هتركبي معايا. ليه؟ تعالي يلا، بلاش وقفه دي في الشارع. ليه يعني ايه؟ طيب انا اشرح لك. ركب معايا. انا مش فاهمه يعني هتفرق ايه. بعدين لو عندك ملايه بيضه غطي بيها العربيه. انت بتعمل جمل يا انجي.